بسم الله الرحمن الرحيم. لاحظتم بأنه الحمد لله الدورة مرت في ظروف مواتية وجيدة جدا. كانت عندنا 24 نقطة ضمن جدول الأعمال تضم مختلف القطاعات كما العادة: الصحة، التعليم، الثقافة، البنية التحتية، التأهيل الاجتماعي ورفع من مستوى يعني برامج اللي تستهدف النساء. دونك هذا كله يعني كانت تمت مناقشته، وتمت كذلك برمجة الميزانية، ميزانية سنة 2025، واللي تأخذ بعين الاعتبار الأولويات اللي عندنا فيما يتعلق ببرنامج التأهيل الاقتصادي، اللي أولا يعني الطرق ويعني البنية التحتية، وكذلك إنجاز يعني تم برمجة كل ما يعني هذا الاتفاقيات الشراكة اللي تربطنا بالوزارات في إطار يعني برنامج التنمية الجهوية وإنجازه. وتم كذلك يعني دعم أساسا، إعطاء دعم خاص للجوانب الاجتماعية، وهذا هو على العموم بخلاصة. اليوم يعني صوتنا على يعني ملحق الاتفاقية من أجل تسهيل إنجاز هذا البرنامج من خلال تمكين يعني أو برمجة ميزانية للمؤهلين اللي لهي المكونين واللي لهي يواكبوا هذا البرنامج. برنامج التمكين الاقتصادي هو برنامج هام واللي كنا أعلننا عنه، وكانت يعني فات تقدمت له 12 ألف مرة من الجهة، وقسمناها على ثلاث مرحلة. المرحلة الأولى فيها 4000 واللي كانت يعني تم اختيارها عن طريق القرعة الإلكترونية، وتكون يعني في المرحلة الثانية إن شاء الله اللي مباشرة تجي 4000 ثانية، والمرحلة الثالثة 4000 الأخيرة. فإذا نحاولوا باش هذه 12000 كلها تستفاد. الطريقة كذلك بأنه تم إعلان عن جمعية حاضنة اللي تقوم بالتكوين، وهذا وقدمت لها حوالي 14 جمعية، والآن يعني هذه الجمعية الحاضنة اللي تشرف على التكوين لا يتأخذ كذلك مكونين، ولا يعودوا من ضمن الشباب العاطل عن العمل اللي عندنا في الداخل أصحاب الشهادات، وبالتالي لا يشرفوا عليه. وهذا البرنامج نحن لا نواكبه شخصيا، إضافة مع ممثلين عن وزارة المرأة والتضامن. وبالتالي يعني هذا برنامج هام جدا وعاطينه أهمية كبيرة، واللي في الحقيقة الهدف منه ما هو أنه النساء يقبضوا هذه الفضة ويأكلوها، الهدف منه بأنه نحاولوا نجمعوا مجموعة منهم أو يشوفوا هم التصورات باش يعودوا داري مشاريعهم، ونحن نواكبهم ونمولهم. السكن الاجتماعي برنامجه حتى الآن مازال، اللي شفتوا اليوم درنا فتح يعني ان كونت سبيسيال، يعني حساب خصوصي له، لأنه خاصه يستكمل. ماذا تكمل؟ مين يستكمل إن شاء الله نشوف.